مغرومين، مخطوبين، مزوجين، موعد ليلي بيسألوا مرتي على الام تي في. مساء الخير وتحية لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقة جديدة من برنامج اسألوا طبعا، حلقة حماسية مع أربع مشاركين جداد رح يتحدوا نفسهم ويتحدوا بعضهم، لأنه الألعاب رح تكشف مدى معرفة الشباب للصبايا والعكس بالعكس، وبالنهاية فايز واحد بسيارة موديل 2015، كل هيدا بحلقة الليلة، ما رح أطول عليكم، خلينا نتعرف على مشاركي حلقتنا. يلا يلا يلا. بونسوار. دارين ومحمد سعادة، كيف بلشت القصة؟ قصة طويلة. قديمة، قصة قديمة، يعني القصة إذا بترجع حوالي 14 سنة صار لكم 7 سنين جوازين. صحيح. كيف بلشت القصة؟ خبرينا. هلا كنت أنا عند رفيقتي وكنت دائما نظهر سوا وهيك وكان محمد يتفضل يطل. لا رفيقتها بتقربني. اوكي. وثاقبت شافني معه. شفتي معه. وأول ما شفتيه لا أنا ما شفته، هو شافني. هو ليه شفت أنت؟ أنا ما خفت. لحظة، ما شفتيه إنه يعني ما لفت لك نظرك قصدي؟ لا ما هيك، بس إنه أنا عادي يعني. إنه عادي شاب. وبعدين شو عادة ما بدأ لحتى تطورت الأمور؟ لا ما هيك، بس إنه هو صار بده يتعرف علي. وقديه حبيتيه بعدين؟ معني لهلا. قديه؟ 14 سنة. كثير؟ بتحبيه؟ أكيد. ان شاء الله العمر كله يا محمد ودارين، اكيد بتعرف عليكم خلال الحلقه اكثر. بدي رحب برودين ومحمد الحص، اهلا وسهلا فيكم. القصه بلشت مع الارجيل. كيف بلشت القصه محمد الحص مع رودين؟ كان هو رفيق خيي، كان يطلع يشرب عنده ارجيله كل يوم. هي الارجيله صارت حجه لحتى تطل رودين لزق. قام اجى بيك هو صار حامل الارجيله ونزل لتحت، قام نزل قعد تحت ماشي تحت يعني البرندة. وبعدين من بالكون، هو بيجي لانه ساكن ما تحبل ونزل طرزان على قد الحبه. محمد وان شاء الله العمر كله بتضلكم مع بعض، رح تعرف عليكم اكيد اكثر خلال الحلقه. بدي رحب بسماحه وبنغم. هاي نغم. هاي. كيف توقعتي بغرام سماحه؟ قد ايه صاركم مخطوبين؟ شي 8 اشهر تقريبا. شي 8 اشهر، اول صبيه مش حافظه الدات مضبوط. سماحه قد ايه صاركم خاطبين؟ 8 اشهر. 8 اشهر على قد بثقه، يعني اليوم بعتقد الحلقه عم تبين من الاول مين العنصر اذا بدك الاكثر دقيق ومين العنصر شوي المستلجئ. شو نغم؟ كيف تعرفتي على سماحه؟ كان اصحابي كثير مع خيي. خيي انا بدي على بالي تعرف لي على شي صبيه عندها خي لحتى نتعرف على خيي، والاول نسلم عليه نبلش شو بكون؟ ما في الا كلكم مع اخوات الشباب ماشي حالهم، يعني الشباب اخواتهم الصبايا اصحابهم عم يتجوزوهم. ايه وبعدين فصار يكتر مجياته لعنا وهيك. هي هي هاي الخبريه. كتر المجيات لحتى صار بيجي كل يوم كل يوم يومك يومك. رح اتعرف عليكم اكثر كمان خلال الحلقه. بدي رحب بسحر وامين، اهلا وسهلا فيكم. بونسوار. قد ايه صار لكم متزوجين؟ سنه ونص. سنه ونص، وقد ايه بتحبيه؟ كثير. حب للفيل جمع. ايه ايه للفيل. صدقوني لما سالتها سحر قلت لها، قالوا لي انه بيحبوا الفيل، يعني قلت لها انه اللي بتربي فيل صغير بالبيت او شيء لحتى اجى لعندك. خبروني القصه بتفاصيلها وحذافيرها. على الفيسبوك تعرفت عليها لسحر. هي ما كانت رفيقتي قبل. مهضومه سحر، حطت خبريه عن الفيل. ما هو هيك لفتت لك نظرك، وصلت الصوره. وصلت صوره الي على الاكونت تبع امين وشفت صورتها فعلقت بشبكي. شو عملنا؟ بوك اد ومن وقتها وتجوزنا. طبعا اكيد ان شاء الله بضلكم العمر كله مع بعض. لأربعة كابلز، مين عينوا منكم على السيارة ومين جاي يربح السيارة؟ كلنا. كلكم في سيارة واحدة، تحدوا بعضكم. كيف؟ كل واحد ولاب. كل واحد ولاب سيارة باب. المهم اللي بياخذ موتور، لأنه الموتور هو المحرك الأساسي. شباب بدي أعزلكم، صبايا رح خليكم هون، صار وقت حكي الشباب بالغرفة المعزولة. تفضلوا معي يلا. كل واحد ورا مدامته على السريع يلا. يلا ايه هلا هون تحكوا اللي بدكم اياه. صبايا ممنوع تبرموا، صبايا ممنوع يبرموا، صبايا معي رح يكونوا بعد شوي. اول لعبه رح تكونوا انتم عم تلعبوها، بس بدي اقول لكم شغله، هيدي الغرفه اعتبروها فشه خلق، فيكم تقولوا اللي بدكم اياه
انتم عم تسمعون بس هن ما عم يسمعوكم. قديه تتمنوا شي نهار مثلا هيك تسمعون انتم بس هن تفشوا خلقكم وما يقدروا يكونوا حدكم؟ انا كثير والله. شو؟ انا كثير. انت كثير؟ اخذت فرصتك. حط تفضل. خليك هون. اما الصبايا بايدي امينه الى حد ما. صبايا ممنوع حدا منكم يبرم ابدا الا اذا اشتقتوا لهم.